شكرا لكم اعزائي المشاهدين لمتابعتكم معنا بعد هذا الفاصل السريع، حنواصل تغطيتنا لمباراتنا اليوم اللي انتهت حقيقه بفوز الغرافه. معي نشأة اكرم. نشأت ما شاء الله، يعني فعلا استطعت انك تثبت وجودك في قطر، يعني هاي تعتبر ثالث دوله خليجيه تلعب فيها، طبعا العراق بلدك الام فبالتالي تعتبر رابعه. كيف الفلكسبيليتي هذه اللي عندك ما شاء الله؟ والله الحمد لله والشكر، طبعا هاي كلها تجيب جهود اخواني وزملائي اللاعبين اللي موجودين في البلدان اللي شاركت فيها، خصوصا انه مع الغرافه الحمد لله، انه فتره قصيره تعرف فتره كلش حرجه، وانا كنت متوقف مده طويله، لكن الحمد لله كنت اواظب احداث تدريبيه مع فريقي كان نادي العين، والحمد لله انه جيت جاهز بس كانت تنقصني المشاركات مع المباريات، يعني الحمد لله انه قدرت هذه المباراتين قدرت انه ادخل مع الفريق وانسجم، جهود الكادر التدريبي وجهود اخواني وزملائي اللاعبين اللي ساندوني في الوحدات التدريبيه وحتى في المباراه. ليش انا ابغى اختم معك هذا اللقاء بسؤال واحد، انت لعبت في عده دول حتى الان حتى هذه اللحظه، ان شاء الله تستمر وتلعب في اكثر واكثر، بس خليني اقول لك الافضليه وفين تشعر انه الحماس موجود بكل صراحه وبكل اريحيه؟ والله صراحه كل الفرق وكل الدوريات اللي لعبت بها دوريات قويه ودوريات كل الناس تشيد بها، وكل حتى الفرق اللي لعبت بها الحمد لله والشكر انه قدرت انه اترك بصمه كلاعب عراقي وكلاعب عربي انه في البلدان اللي لعبت بها، تبقى هي بس الاختلاف ممكن انضمام عدد المحترفين هنا في قطر، ممكن المحترفين اكثر ممكن 6 لاعبين، وهذا شيء يعطي دافع اللاعب المحترف انه خصوصا انه يتعلم من لاعبين كبار يشاركون في الدوري القطري، فالحمد لله والشكر على كل شيء، ان شاء الله انه نواصل تالقنا وتالق خصوصا يعني مو التالق الفردي، التالق الجماعي نادي الغرافه ان شاء الله في المباراه النهائيه ان شاء الله. شكرا لك نشأة. شكرا حبيبي، شكرا.